ناخد المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. استاذ خالد بتتابعنا، بتتابع الاطفال وهم بيتكلموا، مشروع الاستاذ سليم سحاب في محاوله لاجتذاب الاطفال الى عالم الفن، اللي بيميل لموهبه يمكن اجتذابه اليها، اللي بيميل لحرفه بدلا من تركهم خلف الاسوار. اتفضل. يعني انا طبعا عندي فكره عن هذا المشروع من فتره طويله، كان تشرفت بلقاء المايسترو سليم سحاب وكان شرح لي هذا المشروع، وانا كنت من اشد المتحمسين ليه. ولا اخفيكم سرا يعني ان المشير السيسي في وقتها كان مرشح، وقت ما جالي ما اتقابلت مع المايسترو وبلغته بهذا المشروع وكان سعيد جدا بيه، وقال لو ربنا وفقني ونجحت، حتى ساعتها يعني قلت له يعني لو ربنا يعني تحس ان انت ممكن ما تنجحش يعني، وقعدنا هزرنا في الحته ديت، وقال لا احنا لازم نتبنى هذا المشروع، وكان متحمس جدا بيه. انا فيما يتعلق بيا انا شايف ان ده مشروع قومي بجد، ينطبق يعني عليه كلمه مشروع قومي، لان في طاقه مهدره على الارض تتلخص في هؤلاء الاطفال. لو اعتنينا بيهم وقوى المجتمع المدني تحديدا ساهمت اسهام حقيقي في حل المشكله ديت، انا بعتقد ان شكل الوطن هيتغير، لان انت عندك مئات الالاف من الاطفال اللي بلا ماوى، والاطفال دول لو قدرنا يعني رجال الاعمال يبقوا عندهم بس يعني شويه انسانيه اكتر، وكل واحد في حي يعمل جمعيه زي الجمعيه اللي احنا شايفينها النهارده، انا بعتقد انه سواء بنهتم بيهم بقى على المستوى الانساني ثم ناخدهم على مستوى الوجدان زي ما المايسترو بيعمل. يعني ما سيبهمش خلف اسوار، واعتقد بس ان قضيتهم البعض يتعامل معها اللي هي اكل ومأوى وشرب، يعني لا، قضيتهم يجب ان تتجاوز ذلك، يعني تربيه وجدانيه. التربيه الوجدانيه ديت من زي هو الانسان عباره عن جسد وروح، يعني ده كلام ماهوش نقاش يعني. فالجسد انت بتاكله وبتشربه، لكن الروح والوجدان والعقل ده هو اساس الحكايه. لو انت عملت اجسام كلها ماكلها كويس لكن في خواء انساني جواها، والروح يعني متاكله جواها الانسانيه، والوجدان سقيم، هتطلع جيل مشوه وهيبقى جيل ولا له لازمه قوته. زي ما بنقول الجسم السليم يعني السليم في الجسم السليم، لا، الجمله ديت صحتها كمان في الروح السليمه، والموسيقى والفنون والاداب والجزء ده هو اللي بيغذي الروح وبيخلي الانسان يطلع شخص سوي او شخص غير سوي. يعني هل انت سمعت في حد متذوق للمزيكا مجرم؟ لا يوجد على ارض البشر. الحلقه اللي فاتت عايز اقول لك الاستاذ سليم سحاب قارن بين نموذجين، ممكن تقولهم لنا تاني؟ فضل شاكر. اولا مساء الخير استاذ خالد. مساء الخير يا فندم. وحشني يا حبيبي، ازيك؟ واحنا لازم الوطن ده يكرمك ويشكرك على هذا الجهد الرائع يا مايكل. ربنا يخليك. وقبل ما احكي لك النموذجين دول المتناقضين، يعني يا ريت تشرفنا يوم على البروفا كده يوم الثلاث او الجمعه من الساعه 5 في مقر وزارة الشباب والرياضة اللي شارع برج القاهرة بعد نادي الشرطة على طول على اليمين. ان انا اجي فعلا يعني. انا يا ريت تيجي، الاولاد حابين يتعرفوا عليك ويشوفوك ويتصوروا معاك. وانا اتفقت اصلا ان انا اجي، بس لا يعني ما اتفقناش على الميعاد، لكن انا جاي، وانت عارف انا جندي في المعركة بتاعتك، لاني مقتنع. اهو انا بقول لك كل المواعيد يوم الثلاث والجمعه من الساعه 5. اما الحالتين دول الفظيعين فعلا، والمره اللي فاتت قلنا باللقاء مع استاذ وائل انه الجزء من المجتمع الميال الى التعصب والى الارهاب والى التطرف، عمرنا ما شفنا انه انجبوا فنان او كاتب او نحات او رسام او مغني او اي حاجه من انواع الفنون نهائيا.
ده صحيح اطلاقا لا يمكن، لان مفهومين متضاربين. فالدلالة على ذلك مطرب لبناني انا دايما بنسى اسمه، كان مطرب مشهور جدا اول ما انضم الى جماعة متطرفة في لبنان. فضل شاكر. فضل شاكر. فضل شاكر بالضبط. اول ما انتمى الى مجموعة متطرفة في لبنان بطل يغني نهائيا، واعتبر انه الفن حاجة حرام حرام ايوه وسابه. بينما قبل ما اجي واستقر في مصر كان عندي فرقة في لبنان كان عازف فيها عازف قانون قبل ما يحترف الفن، هو حكى لي قصته، كان قناص في احدى الميليشيات المتناحرة في لبنان، وعلى كل صورة قتيل تظهر على الكاميرا المثبتة في البندقية بتاعته كانوا يدوه $500. تخيل. حلف لي الولد ده بعد ما احترف الفن وتعلم الفن واصبحت موسيقى جزء من حياته بقى يستحرم يدوس على الصرصار يعدي من جنبه، وهو الذي احترف قتل البشر اللي من كان محترف قتل الناس. ما ده اللي انا عايز اكد عليه مايسترو، ان انا بقول ان يعني لو خلقنا بس جيل، مش هقول لك مبدع ان هو في مواهب، لا طبعا اكيد في مبدعين كبار ممكن نلاقيهم في وسط هؤلاء الاطفال، يا ريت يكون في مبدع تقدير. بس على الاقل يكون في تربيه وجدانيه اللي ايوه تمنعهم عن التطرف. يعني انا مجرد ان انا اعمل طفل او اربي طفل على تذوق الفنون انا ضمنت ان هو لا يمكن يتطرف لا دينيا ولا ممكن يبقى منحرف اخلاقيا. يعني دي قاعده معروفه، ان هتلاقي كل متذوق لا يمكن يبقى مجرم ولا يمكن يبقى ارهابي. وحتى الحادث اللي حضرتك بتستشهد بيه فضل هو استثناء لقاعده بياكد القاعده، ان هتلاقي مفيش حد متذوق مزيكا او متذوق فنون باي شكل من الاشكال بينحرف يروح لقوى التطرف او قوى الاجرام. وحادثه فضل شاكر لانها حادثه وحيده في تاريخنا كله عبر ال 200 سنه اللي فاتوا على علمنا، يعني بنقولها يعني هي حادثه واحده تؤكد ان مفيش متذوق ممكن ينحرف لا فكريا ولا يتطرف ولا يبقى ارهابي ولا يبقى مجرم ولا يبقى قاتل. فاحنا نربي جيل يعني لما يعمل هذه المبادره المايسترو هو يعني بيقدم لنا هديه لهذا الوطن، ان هو بيقدم لنا جيل ان لم يكن مبدع فهو على الاقل بيضمن ان المستقبل ما يبقاش فيه حجم الجريمه اللي موجوده دي. يعني هذا جهد بصراحه لابد، انا بدعو كل رجال الاعمال وكل قوى المجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني انها تتبنى هذا المشروع، وفي كل الاحياء يبقى فيه جمعيات زي ديت وبيوت محترمه زي اللي الاطفال فيها. ثم الجهد اللي بيعمله المايسترو بقى وينضم ليه مفروض فنانين مصر يعملوا بقى فرق مسرحيه ويعملوا فرق للتمثيل وفرق لتعلم بالضبط من هؤلاء الأطفال. تأكد ان احنا ظاهرة الأطفال الشوارع دي في غضون سنوات قليلة لو تكاتف المجتمع المدني، مش الدولة بس، تكاتف المجتمع الدولي المجتمع المصري والمدني. بس احنا هنا ما عندناش أولاد شوارع، عندنا أولاد جمعيات رعاية. يا أستاذ خالد بشتغل على الأطفال اللي في الجمعيات اللي في البيوت، انا بطلب الموضوع يبقى من اوله ان انا اجتذب اطفال الشوارع اللي ايوه بالظبط لانشاء بيوت نجمع كل الاطفال بقى وجدانيا من جميع الاتجاهات. صح حضرتك، ده اللي انا بقوله يعني. استاذ وانا بزيد استاذ خالد على كلامك انه احد اهم اسباب التطرف ما اسميه انا الاميه الوجدانيه احد اهم بل يمكن اول اسباب التطرف. تعبير هايل قوي يا سليم والله، لانه في فعلا جهل وجداني وفي اميه وجدانيه وفقدان للوجدان. بالظبط. استاذ خالد يوسف المخرج الكبير الف شكر. الاستاذه ساره سليم سحاب. استاذه ساره اتفضلي. استاذه ساره سامعاني؟ سامعاني؟ ايوه الو سامع حضرتك. استاذه ساره بتتابعينا، كنت عايزه تسلطي الضوء على
القصة كمان اللي قالها الأستاذ سليم بتاعت حماية الأطفال من آبائهم إذا ما استغلوهم يعني. معلش سوري أنا مش سامعة حضرتك كويس. أنت متابعانا عايزة تعلقي تعليق معين؟ اتفضلي. لا أنا سارة سحاب. ما أنا قدمتك يا سارة. أنا عايزة أحكي. معلش عشان أنا مش بتفرج دلوقتي. أنا بس كنت عايزة أحكي حاجة هي حصلت مع دادي. أنا حصلت لي امبارح وكنت عايزة أحكي الموقف اللي حصل ده لأن هو أثر فيا جدا إنسانيا. ما هو ده اللي أنا بسألك عليه. هو اتكلم عن الواقعة وقال حماية الأطفال يجب حماية الأطفال من آبائهم إذا ما أساءوا استغلالهم. يعني أنت عشتي معاه الواقعة دي. أنا امبارح كنت موجودة في المهندسين وكنت بالصدفة جدا يعني كنت بعمل مشاوير تانية يعني أكن ربنا اللي خلاني فعلا أروح هناك. قدر وأنا ماشية لقيت ولد صغير بيغني في الشارع معايا اللي هي الأوراق اللي فيها أدعية وقرآن وحاجات كده وبيغني في الشارع وهو ماشي مع نفسه كده. فأنا قلت له أنت صوتك حلو قوي وأنت طب مش حابب تغني. قعدت اتكلمت معاه شوية وهو في حدود 15 سنة وهو بيشحت يعني. والواد صوته حلو فعلا يعني. حلو جدا بجد حلو جدا. وهو طلع اصلا بعد كده لما سالت عليه احكي لحضرتك بقيه القصه طلع كل الناس عارفينه اصلا في يعني في الاريا. هو بيمشي يغني دايما ويشحت في الشارع. اوكي. فبعدين انا قلت له مش حابب تغني مايستر سين سحاب عامل حاجه كورال اطفال مصر وحياتك هتختلف تماما وهتبقى كده. الولد اتاثر جدا ودموعه نزلت وحتى كلمت ساعتها دادي في التليفون وسمعته صوته ويعني اخو الولد بيمسح عربيات. هو كمان جه وقعد اتاثر كمان مع اخوه وقعد يقول له يا ابني روح حياتك هتتغير سيب الشارع مش عايزين الحياه دي. يعني اتاثروا معايا جدا. الولد قلت له المايسترو سين سحاب شخصيا هيجي لك بكره وانا لسه بحكي له عن المايسترو سين سحاب. قال لي طب ممكن اوريكي حاجه. طلع لي ورقه من جيبه مكتوب فيها دار الاوبرا المصريه المايسترو سين سحاب. هو مش بيعرف يقرا. قال لي هو الراجل اللي انت بتتكلمي عنه ده هو نفس الراجل اللي مكتوب في الورقه؟ قلت له الولد اتبسط جدا وقعد يقول لي انه يعني هو مبسوط وانه مش مصدق ان هو لقاه وكده. تاني يوم دادي بقى نزل النهارده الصبح علشان لاقي الولد ما لقاهوش خالص في الشارع ملوش اي اثر هو ولا اخوه. الولد ده يوم امبارح بالليل قال لي انا هفضل بقيت في الشارع هستنى هنا مش همشي لغايه لما يجوا لي. ويعني قال لي ان هو مش هروح بيته هيبات وهيستنانا. هما مش لاقيينه وكل الناس قاعدين معتمين قوي. ده طبعا ملوش اي معنى غير ان هو ابوه بيستغله او اهله بيستغلوه. يعني الولد انت بتقولي مش عايزين يصلحوا له حياته وهو نفسه يصلح حياته حتى ما يعني يحرمه وما عندوش الفرصه ان هو يعمل ده. يعني انت بتقولي صوته حلو والولد كان سعيد جدا انه هيلاقي الاستاذ سليم سحاب اخيرا لكن للاسف الشديد اغتاله فرحته مع انه ده كان هيعمل له نقله زي النقله اللي احنا شايفينها. يعني ازاي الناس بالفن وبتحقيق ذاتها هتنتقل للمستقبل ولعالم الاحلام. استاذه لا ومش بس كده مش بس كده كمان يعني الولد انا قلت له انت مش حابب تدخل مدرسه مش حابب تتعلم. قال لي لا حابب. قلت له انت مش حابب عيش في الشارع. قال لي لا مش حاببها. انا قاعدك ان احنا نكثف بحثا عن هذا الطفل. انا يعني. انا في الشارع انا لغايه الساعه 12 بالليل بدور عليه. يعني انا بجد انا واخويا حتى دادي مش عارف عشان هو على هواه معاكم بس انا بدور والله الضوء. وانا سبت الشارع علشان اجي على البرنامج استاذ وائل ومش لاقياه. انا كنت ادور واحنا ان شاء الله من كتر ما هو مؤثر فيا انسانيا انا هنزل كل يوم لغايه لما الاقيه لان انا حاسه ان هي رساله من ربنا لانه لقيته مطلع من جيبه بيقول لي واحده وقفتني بعربيه ولقيتني بغني وادتني اسم الراجل ده وانا ربنا بعتني ليه في المهندسين علشان قلت له انا بنت. ان شاء الله هنحاول نوصل له تحقيق حلم لطفل للاسف الشديد يعني بيستغل في الشارع يعني بهذا الشكل بيغتالوها. اغتيال الطفوله يا استاذ وائل. اغتيال الطفوله. ساره سحابه توجه لك بالشكر. استاذه نهال من القاهره. استاذه نهال اتفضلي. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضلي يا فندم.
مساء الخير يا مايسترو. في الحقيقه حضرتك مساء النور يا فندم. قائد حضرتك قدوه، انا في منتهى السعاده باللي حضرتك بتعمله، ومشروع حضرتك منتشر جدا على صفحات التواصل الاجتماعي في الحقيقه. وعايزه اقول حاجه، ان المفروض الطفوله والشباب ده مشروع القومي لمصر الجديده اللي احنا فيها دي. يعني انا لما بصرف على اولادي في الحقيقه انا ما بعتبرهوش ان انا بصرف، ده انا بدخر للمستقبل. احنا كلنا عايزين نحط ايدنا معاكو، عايزين نعمل حاجه. انا من الناس المعارضه جدا للجمعيات الاهليه المنتشره في مصر باللي بيحصل فيها. ليه مصر ما تعملش حاجه كبيره لاولادنا اللي هم الحظ ما حالفهمش انه يلاقوا بيوت زينا؟ الاراضي كبيره جدا في مصر، والمساحات الشاسعه موجوده، والناس اللي بيحبوا يعملوا الخير موجودين. ليه ما نعملش مدينه كبيره جدا للولاد دي؟ احنا مش بنسجنهم خلف اسوار، لكن احنا بنعمل حاجه لهم. بيبقى فيها موسيقى، بيبقى فيها رياضه، في تجربه برضو حد عملها قبل كده متهيألي بالنسبه للولاد في كره القدم، وسافروا اكتسابهم لكل المواهب ولكل الحرف ايضا. لو عندهم والله يا جماعه هتبقى ايدنا معاكم من فضلكم، احنا تعبنا من الحاجات السلبيه. وانا ست بشتغل، بس انا ولادي كبروا وفاضيه بعد الظهر وفاضيه الجمعه وفاضيه السبت. قولوا لنا نعمل ايه، نمد ايدينا معاكم ازاي. ان شاء الله انا تليفون حضرتك هتسيبيه في الكنترول وانا نوصلك بالاستاذ سليم سحاب ما الذي يمكن ان تفعله. في منتهى السعاده والله. ان شاء الله، لانه الحياه ده مشروع للمجتمع كله، كل من يستطيع ان يساهم فيه فليفعل. تليفون يا مايسترو لو عايز اي حاجه، وانا من اشد الناس العاشقه للفن والغنى، لو في اي حاجه اقدر اعملها هتلاقيني ايد بتقدم والله. استاذه نهال الف شكر. وقبل ما اطلع فاصل بقى عشان نستقبل مجموعه تانية، طيب معايا الاستاذ مصطفى كامل. استاذ مصطفى اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير. اول ما سمعوا انت عايز الاستاذ مصطفى انتوا كنتوا مستنيينه ولا ايه؟ ربنا يحفظهم. وعايز اقول لك انتوا عاملين اتفاق معاه ولا اسمح لي اقول لك يا وائل، يعني انت راجل بجد تستاهل تقدير من كل الشعب المصري. كل يعني كل حلقاتك هادفه وكل افكارك هادفه. انا مش بقول لك كده، انت طبعا حبيبي وانا بيشرفني انك صاحبي، لكن انا كل يوم عن يوم بفتخر بان في بلدي اعلامي زيك. الله يخليك. الله يخليك بجد. اقسم لك بالله انت قعدنا، يعني انا ومراتي واولادي قاعدين بنتفرج عليك. انا فرحان جدا 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 بالماده اللي انت دايما بتقدمها من اطروحات كتيره لكل حاجه. امبارح حلقه الاستاذ فاروق برضو كان نفسي اعمل معاك مداخله، من راجل عظيم. استاذ فاروق جويده الشاعر الكبير اثر في الناس ايضا. الكبير استاذنا الكبير العظيم الجميل. وعايز ارحب بالمايسترو، اقول استاذي واقول يعني احنا تلاميذك الاستاذ. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى. الله يخليك. انت منور الدنيا وابناء مصر. بقول لكم يا اللي زي القمر، ده انتوا زي القمر، ما تقعدوش تقولوا لا شوارع ولا احنا عندنا الشوارع، احنا عندنا انتوا قمرات قاعدين. ما شاء الله عليكم. بسم الله ما شاء الله. شايف عيونهم والامل في عيونهم والاحلام بسم الله قاعدين بتفرج عليهم، شايف فرح بنتي ونور، ويعني حاسس ولادي وقمر. وربنا يحفظ الجمعيه اللي هم قاعدين بيشكروا فيها، لان لما يقدموا لنا اطفال بالجمال والشياكه اللي قاعدين فيها دي، انتوا ولادنا كلنا. وانا من خلال برنامج ساعتك اسمح لي اقول لك، اي دور تقدر تقوم بيه نقابه المهن الموسيقيه كترس في ضمن تروسها، بقول لك انتوا في رعايتنا. وانا احاول جاهدا ان احنا كل اللي جاي يرخص حفلات راس السنه بامر الله، كل الاوتيلات نحاول نقترح ان هم يقدموا فقره داخل كل حفلة من الحفلات دي بأمر الله. يعني ده هطرحها. والله يا ريت فكرة كويسة، لأنه وانت تحديدا يا أستاذ مصطفى، يعني فيما يتعلق بهذه القضايا كمان اهتمامك بيها ما بيكونش لا يكون سطحيا. يعني نتمنى انك تدخل في هذا المشروع الوطني العملاق، كيف نجتذب الأطفال إلى المواهب التي يحبونها وحتى إلى الحرف التي يميلون إليها. أنا اللي بقول لحضرتك، أنا أتمنى من الله إن أكون يعني أقدر أقدم أي دور في الحاجة العظيمة اللي أنا شايفها قدامي دلوقتي، لأن أنا بعتبر
انا بشكر سليم سحاب الاستاذ العظيم الموسيقار العظيم، مش فنيا كمان دلوقتي يا استاذ وائل، انا بشكره انسانيا. وخلي بالك انت جزاءك على الله جدا جدا، لان اللي انت عامله انسانيا ده حاجه يعني ما تخطرش على بال حد. دايما الناس بتحب ترعى موهبه في مش عارف فين، انما انك تروح لاطفال من ولادنا في اشد الاحتياج لانهم يمارسوا حقهم الطبيعي في المجتمع وتنموا منها. وعايز اقول لهم لاولادنا اللي قاعدين، اوعي جمعيه استاذنا العظيم اللي مش هنعرف نبقى ضفره عبد الحليم حافظ خارج من جمعيه، شاعرنا العظيم ابويا اللي انا بقول ابويا لغايه دلوقتي احمد فؤاد نجم كان بيفتخر انه خريج من الجمعيات دي. انتوا ان شاء الله هتبقوا احسن مننا واحسن من اي حد موجود، واي دعم ممكن نقدمه كنقابه المهن الموسيقيه لحضراتكم انا تحت امركم. غني معاهم بقى حاجه يا مصطفى كده قبل، انتوا عايزين تغنوا معاه ايه؟ اه نفسي اغني معاه طبعا. طب هتغنوا ايه مع الاستاذ مصطفى؟ نشوف هو عايز يغني ايه. انا اغنيه. يلا نقول مع بعض بقى، نقول وتسلم الايادي تسلم يا جيش. انتوا مش حافظينها ولا ايه فعلا؟ لا حافظينها. اه طيب يلا. تسلم الايادي تسلم يا جيش بلادي وتسلم الايادي تسلم شرطه بلادي افتحوا لنا كتاب تاريخنا. عشان انت مش حافظ. الناس دول مين؟ قول يا ابونا وقول يا شيخنا. يعني ايه 73 اللي ردوا لنا اعتبارنا وربك. ما تغنوش ليه معايا؟ ما هم عشان طلعوا مش حافظين يا استاذ مصطفى. لا حافظينها وبعدين انا مش بحب الاغنيه. طيب يمكن الطبق مش على طبقه صوتهم. انت عايزه ايه تغني ايه؟ اي حاجه هو يختارها بس من غير الاغنيه دي. طيب عايز تختاري ايه؟ لا هو يختارها هو طبعا الفنان يختار. اختار ايه؟ مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي ومصر يا أم الدنيا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي يا غنوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة بقرب البعيد. ان شاء الله نبقى معاكم ونغني لمصر ونغني ان شاء الله. استاذ مصطفى الف شكرا يا استاذ وائل، ومتشكرين ليك جدا كجمهور مصري، متشكرين بجد ليك ولاسره اعدادك والمخرجينك والبرنامجك العظيم ده على كل اللي انت بتقدمه. الله يخليك استاذ مصطفى كامل الف شكر. استاذه داليا، استاذه داليا اتفضلي. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. اهلا بيك ومساء الخير على المايسترو سليم صحاب. مساء الفل يا فندم. مشروع القومي اللي عامله دوت مشروع مهم جدا جدا يعني. انا بحييه جدا وبقول يا ريت يعني انا عندي طلب كده يا ربي المسؤولين يسمعوا ان في الاطفال اللي اهاليهم بيسيئوا استخدامهم وبيشغلوهم في الشوارع، يا ريت يكون في جهه مسؤوله او عن طريق الشرطه ياخدوا الولاد دول لان اهاليهم غير لابقين بيهم ويتحطوا فعلا في دور عالي يشوفوا منهم مواهب جميله جدا. يعني موضوع الولد بتاع المهندسين طبعا اثر فينا جدا جدا، اكيد اهله لما رجع لهم هم اللي رابطين انه يخلوه يرجع تاني عشان هم بيستخدموه كوسيله للدخل بالنسبه لهم. اكيد طبعا للاسف الشديد، واحنا هنتابع هذا الموضوع. استاذه داليا الف شكر. بتوجه لكم جميعا بالشكر عشان هينضم لينا مجموعه تانية. كلكم احلام، مفيش الغام ان شاء الله. مفيش، نحن انطلقنا لعالم الاحلام بلا الغام وتفاؤل، وان شاء الله هتحققوا احلامكم ان شاء الله. ان شاء الله متفائلين. اكيد طبعا. انا هاجي لحضرتك تاني على فكره ان شاء الله، هيسعدني. وانتوا هتيجوا احنا يعني من خلال البرنامج هيتبنى هذا المشروع مع الاستاذ سليم سحاب، وهنكون دايما مع بعض، وكل ما تعملوا حاجه جديده هنقدمها معاكم هنا ان شاء الله. ان شاء الله. وهتبقوا كمان في حلقات هتقدموها معانا، وكانه برنامج العاشره هي جزء من هذا المشروع الوطني الذي يجب ان ننصهر جميعا.